اليوم ارتئينا نجيو كلعابه دوليين وفنانه نجيو لمدرسه الولاده باش ندير حوار ذكرى جميله جدا. فمرحبا بالجميع. في كاس المواطنه اكيد 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 اخويا. لعابه دوليه، لعابه الشعب المحمديه، انا فنانه لي لا سي طارق خالدي، سي احمد الشيقان لانه فنان كبار، كذلك معنا الاخوان كذلك اللي راه لعبوا تما. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، باسمي وباسم الأطر والتلاميذ ديالي مدرسة الولادة المحمدية، أرحب السيد مدير التقليم لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بالمحمدية، وبجميع الحضور اللي حضروا معنا هذه المناسبة، مناسبة 46 لتخليد ذكرى مسيرة خضراء. هي مسيرة التنمية اللي كتبين اليوم بغينا نحتفلوا بواحد طرف اللي هو طرف من الأطراف ديال التنمية هو المجتمع المدني الفاعل. وبهذه المناسبة كنشكر جمعية أمهات المحمدية على الدعم ديالهم والمساندة ديالهم لهذه المؤسسة اللي استطاعوا باش يرتقيوا بها باش تخرجوا من الوضعية، وإن شاء الله عندنا أمل أننا نطوروا هذا العمل ديالنا ونوصلوا. ما نطولش عليكم كثير، حاضرين معنا مجموعة ديال الوجوه ديال الرموز ديال المحمدية، لاعبين كبار وفنانين وشعراء وصحفيين فرحانين معنا. إذا شكرا جزيلا السيد المدير، الأساتذة والأستاذة الكريمات في هذه المؤسسة، جمعية الآباء طبعا رئيسة وأعضاء، جمعية أمهات المحمدية، جميع جمعيات المجتمع المدني الفاعلة، السادة المديرون الحاضرين، مجموعة من الإخوان المديرين الحاضرين والمديرات، كذلك والأساتذة والأستاذات، أيها الحضور الكريم كل باسمه وصفته. سعادتي ما بعدها سعادة وأنا أحضر معكم غبطتكم وأتقاسم معكم هذه الغبطة بمناسبة احتفاء المؤسسة، مؤسسة ولادة، بذكرى 46 للمسيرة الخضراء المضفرة. أكيد على أن هذا الحدث كيجسد معنى من المعاني ورمزا من الرموز الوطنية الأساسية واللي ناضل من أجلها المغاربة تحت القيادة الرشيدة للمغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله مثواه، ولازلنا نناضل والنضال مستمر بطبيعة الحال على جبهات عدة مع جلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله وإياه. أكيد على أن هذا النضال كيشمل التربية والنشر من مجموعة من المبادئ الوطنية اللي يتم غرسها في نفوس الناشئة، وتستغل مثل هذه المناسبات سواء ذكرى المسيرة الخضراء، ذكرى الاستقلال، للتعريف لهاد الوليدات ديالنا بالأمجاد والبطولات ديال المغاربة. هاد المحمدية تشرفوا بحضوركم معنا في هذا اليوم الخاص. هذا اليوم الذي يتزامن مع الحدث العظيم في التاريخ اللي هو مسيرة الخضراء، مسيرة غيرت كل الموازين وترجع الصحراء أمام مجيدة بدون إلقاء دماء. وفي هذا الصدد وكجزء من أبناء هذا البلد العظيم، تعمل جمعية أمهات المحمدية كغيرها من الجمعيات الغيورة على وطنها الحبيب على العمل بكل ما أوتت من قدرة وطاقة للنهوض بوضع المرأة الأم خاصة وأطفالها بمدينة المحمدية، إيمانا منا أن نهضة الشعوب لا تكون إلا بها، فهي نصف المجتمع الذي يربي النصف الثاني ويظهر على راحته وخدمته.
إيمانا منا بالدور الفعال الذي تقوم به المدرسة العمومية في بناء المستقبل، وحرصا على تفعيل دور المجتمع المدني في المساهمة في التنمية الثقافية والتربوية للأطفال، قررت جمعية أمهات المحمدية إنشاء شراكة مع مدرسة ولادة، تبنت من خلالها مجموعة من الورشات والإنجازات كما هو موثق في شريط الفيديو الذي يتم عرضه في الخلفية. وكان آخر مشاريعها تجهيز قاعة مكتبة مساعدة الاستعمالات، باعتبار أن المكتبات المدرسية مركز إشعاع ثقافي وعلمي، وهي جزء من المدرسة لا غنى عنها، وأداة فعالة تساعد على إثراء المناهج الدراسية ونشر الثقافة العامة، إضافة إلى أنها تنمي لدى الأطفال العادات القرائية وتكسبهم مناهج التعلم الذاتي الذي يعتبر من الأهداف التربوية الجديدة. وأعود لأذكر أن جمعيتنا تراهن على الأطفال وتدعم كل الأنشطة التي لها بصمة تربوية وعلمية. هذه مناسبة سعيدة كان نقدموا فيها هذا رسالة الشكر، طبعا كيقدم السيد مدير المؤسسة والسادات والأساتذة المؤسسة، ولكن أيضا البراعم والبرعمات ديال المؤسسة، فباسم الجميع كنحييو جمعية أمهات المحمدية، ولأول مرة كنسمع جمعية أمهات فقط. وهذا أيضا يسطر بمداد من الفخر ومداد من الاعتزاز بالنساء ديالنا وبالأمهات ديالنا اللي كيربيونا وكيعلمونا كيواسيونا كيكبرونا، فشكرا جزيلا على كل ما تقدمه الأم للمتعلم وللطفل وللرجل، شكرا جزيلا وكنتمنى لكم كامل وكل التوفيق. اولا الدوري كان بين نحيي الجمعية ديال المامور المحمدية بالجهود التي قاموا بها في مدينة المحمدية في شتى مجالات، وسيما في مجال التربوي مع بزاف ديال المدارس اللي قاموا بزاف ديال المبادرات اللي كانت بالحقيقة ناجحة، اللي أعطت واحد الأكل ديالها في مدرسة الشالي قبل مدرسة الحالية، اللي كانت مساهمة قيمة اللي قاموا بنفس العمل اللي هو إنشاء مكتبة أيضا في مدرسة الشالي على نفس المنهج. إحنا بالحقيقة كجمعية في مدينة المحمدية جمعية شباب الرواد، المساهمة ديالنا في المساهمة ديالنا في العمل هذا ديال المدرسة ديال الولادة كان 100% مادي، لذا في المجهود الكبير اللي قاموا به الأمهات هو أكبر من المساهمة المادية، لأنهم شرفوا على إنجاز يعني على جميع المستويات ديال هذه المكتبة، اللي نتمنى إن شاء الله تكون دخل للوليدات ديالنا، وإن شاء الله نستغلوها واحد الاستغلال اللي يكون يعني أبدي إن شاء الله، خلدوها ومازال يكون فيها تأثير، لأن أهم من إنشاء المكتبة وإنجاز المكتبة كهذه هو الحضور ديالنا إن شاء الله اللي نتوما مشكورين عليه كاملين، أطر ومربيين وأساتذة من الداخل اللي كنا هنا، يعني إلا ما تستغلاش واحد وجه اللي هو يكون يأدي الدور ديالو فكتبقى المكتبة فارغة من المعنى ديالها. فاحنا عندنا الثقة الكاملة أنكم إن شاء الله غادي تكملوا الدور ديالكم في المكتبة هذه، باش تكون إن شاء الله تعطي الأكل ديالها، تربي لنا واحد الأجيال اللي هما يعني مخلدة فيهم القيم ديال القراءة وديال حب المطالعة وديال البحث، لقيم اللي كتفقد شوية بشوية. وبالتالي باش ما نطولش عليكم، شكرا جزيلا على كاع المجهودات ديالكم أطر وأمهات المحمدية والشباب اللي هما ساهموا في العمل، وإن شاء الله الأمام مازال مجهودات جايين وبرامج جايين إن شاء الله على شدة تكون مكتبة بحال هذه في كاع المدارس ديال المحمدية إن شاء الله. قلت ننسى الماضي ونبدا حياتي من جديد، صورة الغرب كانت في خيالي جنة خليل، تحطمت عند وصولي على صخرة حديد، تهميش عنصرية واحتقار شديد، الحضارة عندهم غير كلام وتغريد، مترصرة ببعيد ظهر فوق جليد، بكيت وتذكرت تاريخ ومجاد جدودي التليد، عبقرية وفنون عظيمة بلا تمجيد، أثرنا شاهدة بقوة على إبداعنا الفريد، عود يا خيل ديارك
ولا تكون عنيد، تصغر كرامتك وتعيش مهني بلا تهديد. شوك أرضنا ورد، هذه حقيقة بلا تجريد، وساهم في تشييد صح بلادك العتيد. هذه وصية ذهاب من جد الحفيد في حق الوطن. نحيا المشاهد، نحيا المشاهد. واسي واسي شاش كدي خير خير صافا خلاتين دوزا ميضاتين سيب صافا العربي العربي هذا مدرسية هكذا انا السيد رشيد وهذه بشهادة مدرسية واللي يقدم لك المدير ديالي مفاجأة هذه السلعة تصادف عيد ميلاد ديالك وكل شيء تبارك الله عليك تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم أهلا السجاد بخير كل شيء مزيان تبارك بخير كل شيء مزيان هانين بخير صور الدين بخير كل شيء مزيان أهلا بخير كل شيء مزيان هانين بخير سي الطبع الله يعاونكم تبارك الله على سي الطبع أهلا وسهلا تحياتي أهلا تبارك الله عليكم الله يبارك فيكم تحياتي الله يبارك فيكم شفك بالسلامة الله والنبي والقرآن.